حالة واسعة من القلق سادت بين رواد السوشيال ميديا بسبب ما حدث للأميرة رجوى الحسين، وهو ما يبدو ينذر بوقوع أمور سلبية سيكون لها تأثير حاد على علاقتها بزوجها، وقد يشير لوقوع أحداث بينهما تثير القلق والحزن. فما القصة؟ اختفت ابتسامة الأميرة رجوى الحسين من الأرجاء وابتعدت تماماً عن الظهور، ولم يعد أحد يراها مطلقاً، وهو أمر أثار القلق عليها وسبب توجس وتكهنات واسعة حول ما جرى في الأسابيع الماضية بينها وبين زوجها الأمير الحسين بن عبد الله. ففي يوم 3 أغسطس الماضي أنجبت الأميرة رجوى مولودتها الأولى، وحينها ظهرت الأميرة وهي في حالة من السعادة الغامضة خلال مغادرتها المركز الطبي برفقة زوجها الأمير الحسين الذي رافقها طوال ساعات عملية الولادة ولم يتركها للحظة واحدة. كانت الابتسامة في ذلك اليوم تعلو وجه الأميرة رجوى وكذلك الأمير الحسين ولي العهد، الذي ظهر وهو يحمل ابنته الصغيرة على يده بشكل كشف حجم المحبة بينهما. لكن ومنذ تلك اللحظة اختفت الأميرة رجوى تماماً عن الظهور، ولم تظهر الأميرة إيمان سوى في بعض الصور التي نشرتها الملكة وكذلك الأمير الحسين عبر حسابهما الرسمي على إنستغرام. ومنذ يوم 31 أغسطس الماضي لم تقم الأميرة رجوى بأي نشاط يذكر سواء إعلامي أو على وسائل التواصل الاجتماعي. ففي هذا اليوم احتفلت بعيد ميلاد الملكة رانيا عبد الله زوجة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وحينها قامت بنشر صورة لها برفقة الملكة وهنأتها بالمناسبة الغالية. لكن منذ تلك الفترة غابت الأميرة رجوى عن الظهور الإعلامي بشكل مفاجئ وغير متوقع، أثار تساؤلات كثيرة ومتعددة حول السبب في ذلك. بعض المغردين شبهوا اختفاء الأميرة رجوى حالياً عن الظهور الإعلامي بفترة غيابها عن الظهور الإعلامي بعد الإعلان عن رحيل والدها خالد آل السيف، حيث اختفت الأميرة رجوى لمدة أسابيع ولم تظهر إطلاقاً لا مع الحسين أو في الأردن بسبب قضائها حالة الحداد على والدها الراحل. فيما رأى آخرون أن الأميرة رجوى قد تكون انقطعت عن الظهور الإعلامي بسبب انشغالها التام وتفرغها المطلق للاهتمام والعناية بالمولودة الصغيرة إيمان، وهو الأمر الذي يجعلها لا تمارس أدواراً عامة أو مشاركة على السوشيال ميديا، وذلك في الفترة الحالية والتي تعد أهم مرحلة في حياة أي طفل ويحتاج فيها إلى عناية مستمرة. بينما رأت أصوات أخرى أنه يبدو أن الأميرة رجوى تركت الأردن وعادت إلى منزل أسرتها في السعودية، وربما بسبب وجود خلافات مع زوجها الحسين أو لعدم قدرتها وحدها على الاهتمام بالطفلة إيمان، وبالتالي غادرت إلى منزل أسرتها. هذا الرأي رجحه الكثير من الأزواج والزوجات ممن تزوجوا وأنجبوا بعد وقت وجيز من الزواج، حيث تكون مسؤوليات التربية والعناية بالطفل الصغير شاقة إلى حد ما على الزوجة، وهو ما يجعلها تذهب إلى منزل أسرتها حتى تساعد والدتها وشقيقتها في تربية الطفل الصغير. فما السبب برأيك في غياب الأميرة رجوى عن الظهور الإعلامي؟